اهلا وسهلا، معاكم اخوكم سامي فرج، مقنع سامي اف. واحد من المتابعين سأل يقول ان الكيبوردات القديمه الياماها سواء كانت الغربيه او الشرقيه العربيه كان في زرار اسمه فيد اوت وفيد ان، بس في الاي 5000 والاس اكس 900 مش موجودين. الخدمه هاي تحولت داخل الشاشه، فيد اوت وفيد ان اللي هو طلوع الايقاع من فوق من المنخفض الى الاعلى وتنزله فيد اوت من الاعلى الى المنخفض. كيف الطريقه؟ لاحظ معي هني انا شارح قبل، وبس هالمره بشرح فقط حق الفيد اوت، مع ان في فيديو قبل انا شرحت كيف تستخدم الدقم هاي السجنيبل. لاحظ معي هاي اي بي سي ودي، هاي ترى لها شغلات وايد وانا شرحت قبل، بس انا الحين بشرح للاخ اللي قال لي يعني بس عن شغله الفيد اوت الفيد ان. تضغط على الاسنيبل تفتح معاك الصفحه هاي. لاحظ معي هني تحت اسنيبل بوتن، انت حين في هذه لهني تتحكم. لاحظ معي هني الاي، الاي انت حين تقدر تغير زرار الاي. تشوف شوفي الاشياء الرئيسيه صفحتين، والاشياء اللي هي الفرعيه خمس صفحات. تي عند الستايل، انت تبغى الحين تسوي فيد اوت حق الستايل، تي عند الستايل ما تبغى الكورد والريجستري والفويس. هذا هني عندك الستايل، عندك فيه خمس شغلات يعني صفحات فرعيه. تضغط هني على هاي لين ما توصل عند شيء اسمه فيد اوت. لاحظ هني، لاحظ اندنج، هذا فيد اوت فيد ان. تضغط عليه تختار هني، بس تختارني فيد اوت فيد ان. انت حولت الحين زرار بوتون الاي فيد اوت فيد ان. تقدر تروح على الزرار الثاني، زين شفت تحولت الاي فيد اوت فيد ان. تروح على البي نفس الشيء، تروم تحولها بعد فيد اوت فيد ان، تروم تحولها اشياء ثانيه، وتروح عند البي السي والاف وكلهم بنفس الطريقه تختار لهم الشغلات اللي انت تبغاها. الحين شوف انا حولت عشان خلنا اشيل هني بحط اي شيء ثاني هني. لاحظ معي فيد اوت فيد ان، ترون بعد تحطهم كلهم فيد اوت فيد ان. اطلع الحين لاحظ معي الحين هذا الايقاع العادي، شوف راح اضغط على الاي الحين بعمل لي فيد اوت. اسمع شوف كاتب لك فيد اوت، شوف خلاص انت حولت الحين فيد اوت فيد ان. الخدمه في زرار الاي، اعمل لي فيد ان. لاحظ معي الحين اضغط عليه ستاند باي، شوف فيد ان من المنخفض الى الاعلى. اشوف زرار شو حاطنا انا اوتو فيل، بدال يعني انت ما تدق هني الاوتو فيل، هني هذه الاوتو فيل، انت زرار ايه يعني كيف شوف. شوف بهاي الطريقة أنا وضحت كيف أنت تتحكم، وأنا في فيديو قبل منزلينه وقلت بس عشان الأخ يمكن ما شاف الفيديو، أنا الحين بس وضحت لك خدمة الفيد أوت الفيد إن كيف تتحكم فيها الزراير. وارجع كذلك إلى الفيديو القديم راح تلقى شرح أكثر عن كذي، وشكراً.